قول لي مونولوج تحول في حياتك، لحظة تحول، لحظة عملت نقلة في طريقة تفكيرك، في طريقة تعاملك مع الأشياء، في مشوارك، في السكة اللي بتختارها. أنا وأنا صغير في المدرسة كنت يعني محبوب في المدرسة ومحبوب من المدرسين على جدا. فلما ده حصل خلاني يعني أبقى نفسي أكمل في ده. يعني أبقى حبيت شعور حب الناس ليك. بالظبط. حبيت شعور المدرسين بيحبوا أحمد. المدرسة يعني زمايلي بيحبوني. فحبيت ده. إن المنطقة الناس في المنطقة جيراني بيحبوني. فكان كل الهاجس اللي في دماغي إن أنا أحافظ على ده أكبر بيه. إن أنا أي في أي مرحلة من مراحل حياتي سواء لما أكبر، ممكن أكون أنا بكلمك دلوقتي وأنا صغير ما كنتش بأدرك الكلام ده بالإدراك الواسع بتاع دلوقتي. بس يعني اللي هو إيه، كل بفكر في مرحلة بعديها أخش إعدادي، طب أنا عايز برضو أحافظ على الحتة دي. أخش ثانوي عايز أخش الجامعة عايز أحافظ على الحتة دي. أخش مسرح الجامعة عايز أحافظ على الحتة دي. فأخش الوسط الفني فعايز أحب أحافظ على الحتة دي. إن أنا أبقى طول الوقت محبوب وسط الناس. تمام. وده مش 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 حاجه وحشه. لا مش حاجه وحشه، لان الانسان مش بيعيش لوحده في المجتمع طبعا. لا والحب والمحبه شيء جميل. بالظبط. مش معنى ان انا يعني بيقولوا جنه بدون ناس ما تنداس. تمام. انت عايش بحب الناس، انت عايش بان انت بتراضي وتتراضى. مش معنى ان انا شخص مثلا ان انا رياضي او ان انا شخص مثلا وشي اجريسيف شويه او صوتي اجريسيف شويه او بتاع ان انا مش اكسر في الناس. لا. انا بلعب رياضه وانا صغير، عمري ما حبيت كده. لكن الناس تحبك وتحب العلاقه دي حلوه. انت بتعيش بحب الناس، تبقى نايم كده على مخدتك والناس حباك وانت حبيبهم، مش قاعد مرازي ومترازه.